الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقياً ولا محروماً، وأن يوفقنا جميعاً لطاعته ولما يحبه ويرضاه، إنه تعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الشديد إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. اللهم دبر لنا أحسن التدبير، ويسر لنا كل أمر عسير، والطف بنا فيما جرت به من عندك المقادير. اللهم أحطنا من الأخطار والأوزار والدنية، ويسر لنا فوق ما نتمناه. أحييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما هو عنوان هذه المحاضرة، استصغار الذنوب، هذا هو العنوان، استصغار الذنوب. وننطلق في هذه المحاضرة، محاضرة استصغار الذنوب، من قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خلال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سنرى الارتباط بإذن الله سبحانه وتعالى بين هاتين الآيتين، بين اتخاذ الشيطان عدوا، وكيف يوقع الإنسان في الذنوب والمعاصي والآثام وفي استصغار الذنوب، وكيف أن مربط الفرس هو الذكر الكثير الذي يتخلص به الإنسان من أفعال الشيطان ووساوس الشيطان ومخادعة الشيطان. سوف نرى بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه هاتين الآيتين. الشيطان على كل حال هو يريد من الإنسان أن يقع في الذنوب، لأنه توعد عباد الله تعالى أن يوبقهم في النار. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو عدو مبين. فعدوك أيها الإنسان ليس هو أخوك وليس عمك وليس خالك وليست زوجتك، إنما هو هذا الشيطان العدو المبين. هذا الشيطان يريد منك أن تقع في الذنوب، أي ذنوب، حتى لو صغائر، حتى لو صغيرة فقط يريد ذلك. لأن الصغيرة كل يوم صغيرة 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 صغيرة، تتراكم هذه الصغائر، فإذا تراكمت الصغائر على القلب أصبح هذا القلب ما يسمى فيه أغران. فتصور لو أن الإنسان مثلاً كل يوم يرتكب سيئة واحدة بس فقط، ذنباً واحداً فقط، صغير ما كبير، ليس من كبائر الإثم إنما من الصغائر، ففي السنة كم تقريباً؟ 360 صغيرة في السنة. بعد 40 سنة 50 سنة مو يستوي عاد القلب؟ كلا بل ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الذي يريدها الشيطان. الشيطان يريد أن يقع الإنسان حتى لو في صغيرة، لأن الصغيرة إذا استصغرها الإنسان تكون كبيرة. لماذا؟ لأنها في حق الله عز وجل، في حق واهب النعم، في حق من له الفضل على الإنسان في كل شيء. ولو ضربنا مثال، واحد يقول حال أبوه مثلا أو حال عمه أو حال خاله، قال: يا هذا اسمح لي أن أغتابك كل يوم مرة واحدة، أو مرة واحدة بس فقط أغتابك غيبة مرة واحدة، أروح عند رباعتي وأغتابك مرة واحدة، أقول فيك ما أشاء، هل سيرضى ذلك؟ لا يرضى، وهو أكبر منه لا يرضى. لماذا؟ لأنها تقدح في الكرامة،
فما بالك الله عز وجل هل يرضى من عبده وهو صاحب الفضل، مع أن ذاك ما صاحب فضل عليه أبدا، ما صاحب فضل عليه أبدا مطلقا أبدا، ما صاحب الفضل هو الله عز وجل، وإن كانت هذه أسباب مادية لكن صاحب الفضل هو الله عز وجل. فذلك الشخص لا يرضى وهو شيء يمس كرامته، فالله عز وجل لا يرضى أيضا من عباده ذلك. فالشيطان يأتي للإنسان يقول أسوي صغيرة ما مشكلة، فتتراكم هذه الذنوب ويصبح القلب أسودا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا أصبح القلب أسود يتفاجأ الإنسان، متى يتفاجأ؟ يتفاجأ عند الموت، وعند الموت زمان المفاجآت، ويوم القيامة زمان المفاجآت، يتفاجأ عند الموت، عند لحظات الموت يتفاجأ، يظن أنه ما مسوي شيء، ويكون القلب متراكم عليه هذه الذنوب. ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا القول ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. فالملائكة ترد عليهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، الله عز وجل عليم بما كنتم تعملون. فهو عند لحظات الموت ينكر ما صحيفة أعمالي أنا ما مسوينا هذا، ولكن هناك تسجيل دقيق يوم القيامة، هناك سجلات دقيقة جدا جدا، أدق عن هذه السجلات الموجودة بجميع وسائل الاتصال الحديث الآن، أدق بمرات ومرات ومرات. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مثل الشخص اللي يسوق سيارة ويسرع في الشوارع ويصوره الجهاز، جهاز ضابط السرعة يصوره، يوم يمسكوه بعدين يقول أبدا ما أنا، أول شيء مباشرة يقول ما أنا أبدا، أنا ما أسرعت، حاشاي أنا ما أسرع. قال زي تعال هذا الصورة موجودة، هذه سيارتك ولا ما سيارتك؟ قال هذه سيارتي أرقامها، هذا أنت ولا ما أنت؟ قال هذا أيوة أنا. هذه الساعة يسلم عندما يرى السجلات يسلم، هكذا نفس الشيء يوم القيامة عندما يرى السجلات أمام عينيه يقول هذا أنا، وما يكون له أي حجة هناك في ذلك اليوم. استصغار الذنوب نصوره، تعرف مثل هيش نصوره؟ أمر مشاهد أمامنا يكاد يكون الكثير يشاهده إذا ما الكل. الآن في البيت حنفية خربانة متعطلة، من هذه الحنفية تقطر قطرة، هذه القطرة تتجمع على كل 10 ثواني قطرة واحدة، هذه القطرة ستك في الزيلة في الدلو، زيلة فاضية تسوى صوت، بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد يومين يجي الرجال يشوف الزيلة تارسة فيض. هكذا الذنوب للإنسان، يشوف هذه كل يوم ذنب صغير 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 لين يفيض، أول ذنب يدخل في قلب الإنسان يعمل صوت، هذا الصوت يسمى وخز الضمير، الضمير بعد حي يأثر يألم، لكن بعد مرور فترة طويلة الزيلة هذه مو يسوي ما يسمع، يكاد ما يسمع الصوت لأنها تارسة عادة، لكن أول صوت بعدها فاضية. ذلك نفس الحال، القلب بعد ما ترين عليه الذنوب بعد فترة ويشوف عادي ماشي كأن العيد أمور طيبة خبر خير كما يقولون، خلاص عاد بعدين القلب ما يأثر فيه شيء، ما يحس بتلك الوخزات. هكذا شأن القلب. فالمسألة كلها مرتبطة ارتباط كبير جدا بهذا، إن صلح هذا صلح العمل، صلح سائر العمل، وإن فسد هذا كذلك. هكذا الذنوب تدخل مباشرة إلى القلب، فيبدأ الإنسان يستصغر هذه ويتفاجأ، وكما قلنا يوم القيامة هو زمان المفاجآت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، سيئات ما كسبوا، ما أحد كسبها غيرهم، هم كسبوها.
فلذلك هي هذه النقطة الحقيقية. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فكيف تجتهد اجتهاد عظيم جدا حتى ما تتراكم عليك هذه الذنوب في هذا القلب؟ هو بالآية الثانية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسترى الارتباط الوثيق بينها وبين أن الشيطان سوف يجتهد أن يبعد عنك هذا الأمر. هذه الآية في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح هو أعظم الذكر. والتسبيح المقصود بالتسبيح هو أن ترى ملكوت السماوات والأرض وأن ترى آيات الله عز وجل في الملكوت فتقع عظمة الله تعالى في قلبك فتسبح الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في هذه السورة في سورة الأحزاب الله عز وجل أشار إلى إشارات إلى نبينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارات سماه فيها عدة أسماء، سماه فيها الأسوة الحسنة في هذه السورة بالذات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لأنه سيد الذاكرين وإمام الذاكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا السلاح، وهذا السلاح يسمى السلاح الغيبي. لماذا؟ لأن العدو غيبي، الشيطان ما نشوفه نحن، عدو غيبي. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالعدو الغيبي هذا محتاج إلى سلاح غيبي حتى تفتك به، وهذا السلاح هو هذا الذكر العظيم. هذا الذكر طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماه الله تعالى الأسوة الحسنة. الأسوة شخص يتأسى به، يعني معناته هناك مجموعة من الناس يتأسون به، لابد أن يتأسى به مجموعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى به الصحابة، ونحن نتأسى به لأنه يذكر الله تعالى كثيرا، فكان هو الأسوة الحسنة، كان أسوة حسنة. في آخر هذه السورة شوف الثمرة اللي حصلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، في نفس السورة، سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الثمرة اللي حصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة الذكر الكثير الذي تقدم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جعله صلى الله تعالى عليه، والصلاة من الله تعالى عليه بمعنى الرحمة، أدخله الله تعالى في رحمات عظيمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، شرف ما بعده شرف، وعظمة ما بعدها عظمة. لكن هل هذه الصلاة هي خاصة بس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، أم هي لكل الذين يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا؟ تأمل، هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي للكل متاحة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. فالمؤمنون يدخلون في هذه، يصلي عليكم، فقط عليك أن تذكر الله تعالى كثيرا فتدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي.
فتأمل كيف الثمرة الصلاة، وهذه الثمرة هذه طبعا هذا الجهد هذا العمل له بداية ويستمر إلى ما لا نهاية، يستمر معك إلى ما لا نهاية. بعد ما صلى الله تعالى علينا ماذا نحصل؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كثير منا يغرق في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الظلمات ظلمات الغفلة، ظلمات المعاصي، ظلمات الجهل، ظلمات كثيرة جدا. كيف يخرج منها الإنسان؟ بالذكر الكثير. فإذا الثمرة بعد الصلاة ثمرات متعددة، يخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، دخلتم في الرحمات، تحيتهم يوم يلقونه سلام تستمر معك. شوف متى يلقونه؟ يوم القيامة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وإذا حصل الإنسان السلام وأعد لهم أجرا كريما، حصل السعادة خلاص. ما دام صلى الله تعالى عليه، ما دام أدخله الله تعالى في رحماته، ما دام الله تعالى أدخله وأوصله إلى دار السلام، توالت عليه السعادة خلاص. كيف يكون هذا الأمر؟ يكون هذا الأمر بالنسبة للإنسان الذي يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، يكون عنده النور، يرى النور. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى شع من قلبه النور، فإذا رأى النور أبصر الطريق، يشوف الطريق، الطريق الواضح. فإذا أبصر الطريق يستطيع يسلك ولا ما يستطيع؟ عند نور يستطيع يسلك. فإذا سلك الطريق سوف تأتي الطاعات والأعمال الحسنة، فإذا أتت الأعمال والطاعات الحسنة أتت الرحمات وأتى السلام، فإذا أتى ذلك أتت السعادة في الآخرة. إذن مربطها كلها من الذكر الكثير. وبالمقابل بالعكس، إذا الإنسان ما يذكر الله تعالى إلا قليل لن يكون لديه نور، يكون لديه ظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا كان لديه ظلمات لن يبصر الطريق، سوف يظل الطريق، ما عنده ضوء، سوف يظل الطريق، ما عنده نور. فإذا لم يصل إلى الطريق، إذا لم يسلك الطريق الصحيح فإنه سوف يعيش في الظلمات. فإذا عاش في الظلمات لن يسلك الطاعات، سيسلك طرق المعاصي. فإذا سلك طرق المعاصي لن يجد السعادة في الآخرة، لن يصل إلى السعادة في الآخرة. تأمل، ومن كان في هذه أعمى، أعمى البصيرة، ما عنده نور، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لماذا؟ لأنه عاش في الظلمات. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسي، من الذي سوف يجعله ينسى السلاح الغيبي؟ من الذي سوف يجتهد أن ينسيه السلاح الغيبي؟ إنه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر الله طبعا الذكر، ذكر هذا القرآن، الذكر أعظم الذكر، والذكر القلبي، ذكر اللساني، ذكر القلبي واللساني، والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فإذا استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون. نفس العملية،
إذن هي هنا مربط الفرس. ابتعد عن الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له ميه شيطانا. شفت كيف ارتباط، كيف ارتباط وثيق بين الابتعاد عن الذكر، الشيطان جاي مباشرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، ما يوجد نور، ماشي نور، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه هي، هذا هو مربط الفرس. ليس مربط الفرس أن تقول سيئة واحدة، ذنب واحد، خلاص أنا يكفيني، أقول لا إله إلا الله خلاص يكفيني، أنا ما يهم الذنوب، ما تهم الذنوب، تهم تهم كثيرا. كيف ما تهم؟ والله تعالى يقول في عند لحظات الموت الملائكة تقول لذلك الإنسان، تقول له الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا القول ما كنا نعمل من سوء. فالملائكة تقول بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. تأمل كيف مربطها، مترابطة المسألة، مترابطة كثيرة جدا. في نفس السورة، سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى سمى رسوله السراج المنير. في نفس السورة سماه الأسوة الحسنة لأنه سيد الذاكرين، وسماه السراج المنير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، لماذا صار النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا؟ لأنه يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، فلذلك صار سراجا منيرا. وما سمى سبحان الله تعالى السراج المنير، ولا سمى الأسوة الحسنة إلا في هذه السورة، السراج المنير. والسراج، الشمس تسمى سراج، والنبي صلى الله عليه وسلم الشمس، الشمس تسمى سراج. الله تعالى يقول ألم تروا أن الله جعل لكم القمر نورا وجعل الشمس سراجا، وكذلك قال وجعلنا سراجا وهاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج لأنه سيد الذاكرين، صار سراجا. السراج نقارن بينه، يعني بين الشمس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الشمس سراج مادي، والنبي صلى الله عليه وسلم سراج غيبي، لأن عند الذكر الغيبي. الشمس سراجها قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم سراج قوي. لماذا؟ لأن الشياطين لا تضرب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخترق، ولا تستطيع، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن لا يستطيع أن يؤثر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، ما يستطيع. فلذلك الوساوس مرتدة. الآن شوف الشمس هكذا وهاجة، أي وساوس تجي ترتد مباشرة. لماذا؟ لأن سراج قوي. الآن انظر إلى الشمس في وسط الظهيرة، هل أحد يستطيع أن يرى الشمس في وسط الظهيرة؟ يمكن ثانيتين أو ثانية واحدة، يمكن حتى ما يستطيع أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا السراج، ليس قمر، القمر يستمد نوره، إنما الشمس ينبعث منها، الشمس بنفسها تبعث النور، والنبي صلى الله عليه وسلم إذن هو سراج منيرا، هو سراج منيرا. السراج قلنا قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تتسلط عليه الوساوس، وساوس الشياطين. فلذلك إذا أردت أن يكون قلبك قوي
لا تتسلط عليك الوساوس، عليك بالذكر الكثير. كثير من الناس يقول يا أخي عندي وسواس قهري، لماذا؟ لأنه لا يذكر الله كثيرا. وكذلك السراج مع كونه قوي ومع كونه وهاج هو لكل الناس ولا بس فقط لمجموعة معينة؟ الشمس هذه بس فقط تأتي عمان ولا تأتي دول ثانية؟ هي للجميع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرعه ينفع الجميع، صالح لكل زمان ومكان. ولذلك أغلقت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، لأن شرعه صالح لكل زمان ومكان. الشمس صالحة لكل زمان ومكان، وكذلك شمس الهداية الربانية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. فلذلك أغلقت النبوة. ولذلك في نفس السورة، سبحان الله تعالى، في نفس السورة ماذا سمى الله تعالى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمى خاتم النبيين، خلاص ختمت، لأنه هو السراج ينفع لكل زمان ومكان. وكذلك لم يبقى شيء أصلا، التوحيد اكتمل. التوحيد أصلا من البداية، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا عقيدة كلها جاء بها جميع الأنبياء. والشرائع اكتملت والأخلاق مكتملة، فما الذي يأتي به نبي جديد؟ خلاص ماشي يرحمك الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج الذي ينفع وصالح لكل زمان ومكان، فلذلك سماه السراج المنير. وسماه في هذه السورة خاتم النبيين مباشرة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعد ذلك قال بآيات ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في نفس السورة. فسمى الأسوة الحسنة، وسمى السراج المنير، وسمى خاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآية قبل نعم، في نفس السورة، لكنها في نفس السورة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته صالحة لكل زمان ومكان. الآن الشيطان كيف يضرب الإنسان؟ إذا الإنسان لا يذكر الله تعالى كثيرا يكون ضعيف. الشمس كما قلنا في وسط الظهيرة لا يستطيع الإنسان أن يرى ينظر إليها، لكن عند غروب الشمس وقت العشي تكون الشمس ضعيفة، صحيح، فيستطيع الإنسان يشوف عليها حتى لو دقيقة كاملة يشوف عليها عادي. وهكذا عندما يضعف الذكر في القلب يكون مثله مثل حالة العشي، فإذا صار مثل حالة العشي خلاص الشيطان يستطيع أن يخترق، يستطيع أي حد يستطيع أن يختلق. الشمس تستطيع أن تنظر إليها في ذلك الوقت، كذلك في وقت العشي عندما يضعف الذكر تستطيع الشياطين أن تنظر إلى هذا القلب، لأن خلاص ما عنده طاقة، ضعيف. ومن يعش، تأمل، في وقت العشي ومن يعش عن ذكر الرحمن، شوف ارتباط بالشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل، باغت الطريق المستقيم ماشي، نور ضعيف تعبان، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، تأمل كيف ارتباط الشيطان بهذه المسألة، ارتباط وثيق جدا. إذن مربط الفرس هو كثرة الذكر. قرين، الشيطان قرين، قرين ملازم، والقرين هو الملاصق، صاحب الملاصق. وتسمى الزوجة قرينة، قرينة الرجل، لماذا؟ لأنها دائما في أغلب الأوقات هي مع الرجل، والزوجة تتركه في بعض الأوقات، لكن الشيطان ما يترك 24 ساعة، قرينه ملامسه 24 ساعة ما يتركه. ونضرب مثال، الآن الزوجة في وجبة من الوجبات ما تحبها أبداً، ما تحبها بيت أهلها، ما تحبها، قالت الزوج، وإذا بالزوج يحب هذه الوجبة هي مرة رقم واحد، يموت في هذه الوجبة، فتضطر الزوجة أن تنزل عند رغبات الزوج تسويها، ما توكلها لكن تسوي لها إياها، تضطر.
لأنها قرينته، بعد فترة تتعود تسوي إليها. لماذا؟ لأنها قرينته. فنزلت الزوجة عند رغائب الزوج. هكذا عندما يضعف الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون الشيطان قرينه، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. فماذا يجعله؟ يجعله يفعل ما يريده الشيطان، رغائب الشيطان ينفذها، لأن الذكر قليل ضعيف، فالشيطان يضربه يخليه يسوي اللي يريد الشيطان. مثال، يعني مثال بسيط، مثلا دوخة سيجارة، مثال قل حفلان يا أخي الدوخة ما زينة، الدوخة حرام، الدوخة تضرك وتهلك لك فلوسك وتغيب لك وكذا. قال يا أخي أعرفه، كله أعرفه، هذا كله أعرفه، لكن مو أسوي الشيطان، قريني يا أخي هذا يبغى، هذا هو قريني ملامسني 24 ساعة، لازم أنزل إلى رغائبه، إلى ما يريده هو. هكذا هكذا الشيطان يفعل بالإنسان، يخليه كما تقول يتعود على الشيء اللي يبغى الشيطان. فإذن نرجع مرة ثانية ونقول بأن الذكر الكثير هو المخلص من هذا الشيطان. تأمل لماذا المنافقين والعياذ بالله تعالى لم يكن لهم شان وكانوا في الآخرة من الخاسرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. شوف ذكر قليل، فلذلك أصبحوا من الهالكين، ذكر قليل. فهذا هو المسلك الذي يرتضيه الشيطان. إذن سوف نرى مرة أخرى ارتباط القرين، ارتباط القرين بالإنسان الذي يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الآيات تستمر، وبعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى آيات كونية كيف تتفكر فيها حتى يعظم الله تعالى في القلب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بعد آيات مباشرة يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندما تستمر في الآيات مباشرة يقول لك قال قرينه ربنا، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالقرين يبعدك عن الذكر، عن الذكر الكثير، ويبعدك أيضا عن التفكر عن القرآن الكريم، طبعا باب أولى، ويبعدك عن التفكر في الآيات حتى يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك. لأن من ضمن الذكر أن تتفكر، بل من أعظم الذكر أن تتفكر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شوف آيات كونية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن مسألة مرتبطة ارتباط كبير جدا بمسألة القرين، مسألة الشيطان. ولذلك قال في الآيات قبل ذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الآن من الذي يفعل الوسوسة؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هني وسوس حال هذا في صدور الناس من الجنة والناس. ما هو العلاج الذي يوسوس هين في صدور الناس؟ يا أيها الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذا هو مربط الفرس. مربط الفرس أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين، لأنك إذا كنت من الغافلين النتيجة سوف تعيش في الظلمات. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. في المقابل هناك نسيان آخر، ولكنه ليس نسيان الغافلين. نسيان الغافلين هم الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. هناك نسيان آخر، وهذا يكون بعد أن يجتهد الإنسان اجتهاد في الذكر، ويجتهد اجتهاد في تصفية الملفات والذنوب والمعاصي والآثام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب ابن آدم نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر سقل، وإن عاد زيد فيها حتى يكون الران، تكون عليه الران. الآن هناك نسيان آخر من نوع آخر غير عن نسيان الغافلين. نسيان الغافلين هم الذين يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا النسيان هو نسيان الذاكرين، وهو الذي يجتهد اجتهاد كبير جدا كما قلنا، أن يتذكر، أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر ذنوبه، وأن يطهر النفس، وأن يمحو الخطايا، وأن لا يستصغر الذنوب. هذا يسمى نسيان الذاكرين. إذا عصر ذهنه وتخلص من جميع التبعات والحقوق وكذا، وبقي سبحان الله تعالى بقيت أشياء عليه، وفاجأه ريب المنون على هذه الحالة. هناك بعض الأشياء التي اجتهد ولكن قد يكون نسيها، مثلا عليه حقوق نسيها، لكنه مجتهد اجتهاد مرير، هذا يحصل بلا شك. هذا ما سوف يعفو الله تعالى عنه بإذن الله، وسوف يخلصه الله تعالى بأي طريقة كانت منه. لكن هذا هو نسيان الذاكرين الذين يجتهدون في تنقية الملفات وتصفية الملفات من الذنوب والمعاصي ويطهرون القلب. فإذا طهروا القلب أصبح القلب نظيفا، وهذا الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا نسيان الذاكرين وليس نسيان الغافلين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا الذي يعمل ذلك يكون القلب فيه شيء من النقاط السوداء، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتمحى هذه النقاط السوداء، فإذا جاء عند الموت فرح بأنها خلاص محيت كاملة، ما بقي شيء، خلاص محيت. فهناك تبشره الملائكة الذين توفاهم الملائكة طيبين عند الموت، يبشر. إذن ماشي ذنوب ماشي، القلب صافي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من يتصور أن الإنسان يأتي بقلب سليم؟ ما أحد، كل ابن آدم خطاء. لكن هذا المقصود بعد أن يجتهد وبعد أن يتوب وبعد أن يعني يتندم على تلك الأشياء، ربما تبقى بعض الأشياء الصغيرة وهذه التي لم يستطع عليها، هذه كفيل أن الله تعالى يمحوها عنه. فإذا محاها الله تعالى عنه عند الموت يكون قلبه نظيفا، ما في شيء، خلاص محيت سترت هذه. سوف يكون يأتي الله تعالى بقلب سليم. فإذا أتى الله تعالى بقلب سليم يفرح عندها في الآخرة ويقول خلاص الأشياء محيت، فيقول: ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هكذا يكون حاله، بخلاف ذلك الذي يتراكم عليه الذنوب يكون القلب أسود يمتلئ بالسواد. وبما أن القلب ما زال في شيء نقاط بيضاء، فالله تعالى باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح ما دام شيء نقاط بيضاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم،
ما قال أذنبوا، أسرفوا يعني إسراف شدة مجاوزة، إسراف كثير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الفرصة موجودة بعدها، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن وأنيبوا إلى ربكم قبل فوات الأوان، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذن هذا الذي يتراكم عليه هذا القلب من السواد، ونشبهه بالإنسان عندما ترى النجوم في الليل البهيم في الظلمة في السواد ترى نقاط بيضاء، هذه نقاط النجوم النور، والقلب أسود ولكن فيه بعد نقاط بيضاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه هي، عندما تتراكم الذنوب في هذا القلب يصبح القلب أسودا، ويشبه الله تعالى يشبهنا مثل ما تشوف هذه الصفحة الليلية المظلمة وفيها هذه النقاط، ولكن ما دام هذه النجوم، ما دام هذه النقاط البيضاء ما زالت موجودة، فالإنسان عليه أن يبادر 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 ويسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون قد تخلص من جميع هذه الأشياء. التوبة، باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى الإنسان أن لا يغفل عن هذا السلاح الغيبي كما قلنا، لأنه هو مربط الفرس وهو ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولمراضيه، وأن يجعلنا من الذاكرين له بالليل والنهار، ومن المستغفرين له بالعشي والأسحار، إنه تعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الشديد إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. اللهم دبر لنا أحسن التدبير، ويسر لنا كل أمر عسير، والطف بنا فيما جرت به من عندك المقادير. اللهم أحطنا من الأخطار والأوزار والدنية، ويسر لنا فوق ما نتمناه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن خواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم نسألك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا والدا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك وعافية يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha